السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حي الإسكان متوجهين إلى الحرم. طبعا يوجد عدة جوامع لصلاة الجمعة في حي الشوكية وحي الإسكان، حي الملك فهد، لكن راح تكون تغطيتنا اليوم من الحرم المكي الشريف. أبقوا معنا في هذه التغطية. هذه أحد المدارس الثانوية والمتوسطة، كذلك هذه أحد الجوامع، جامع عبد القادر بن أحمد نصير، وهذا الحرم أمامنا. شوف الأجواء كيف جميلة هذا المساء، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله الأجواء خطيرة هذا المساء. صور أجمل لمنطقة الحرم، أحد الأبراج لسكن الحجاج والمعتمرين موسم رمضان وموسم الحج، لكن ما شاء الله هذه الصورة أجمل صورة راح تشاهدها في مكة للحرام للحاضر مع الماضي. نمر من شارع إبراهيم الخليل، راح يكون مزدحم في هذه الساعة. هذا شارع جياد كدي دائما مزدحم بضيوف الرحمن بالحافلات، نشاهدهم في نشاهد ضيوف الرحمن أمام الفنادق بانتظار الحافلات متوجهين إلى الحرم. كثافة الزوار وضيوف الرحمن، زحمة زحمة اليوم، يوم الجمعة زحمة شديدة، يوم الجمعة زحمة ما شاء الله. شوفوا السيارات وين وصلت، هنشوفوا ضيوف الرحمن. يا الله هذه الصور الجميلة، ما شاء الله ما شاء الله، مكة مليئة بالصور الجميلة بالإطلالات الأجمل، ما شاء الله. مساءكم جميل. متوجهين الآن إلى الحرم المكي الشريف لأداء صلاة الجمعة. ما شاء الله في المقابل منطقة المسفلة، شارع إبراهيم الخليل، جبل الشراشف، دحلة الرشد، جبل عمر. نعم كما عودناكم كل يوم جمعة على هذه الصور الجميلة من أنفاق ريع بخش، ونشاهد فيها الكثافة العددية للحافلات و ضيوف الرحمن المتوجهين إلى الحرم. طبعا افتقدنا الشايب، ما عاد نشوفه في هذه الأماكن يوزع الموية، فقط السلات موجودة. إن شاء الله نحصله بعد الصلاة. دائما يوزع في هذا المكان التفاح والبرتقال بعد صلاة الجمعة، بنشوف بعد الصلاة إذا حصلناه. دائما يعطينا طاقة وحيوية ونشاط وابتسامة. نشوف الحافلات أمام فندق إنفينيتي، إن شاء الله ما يكونوا مغادرين مكة. شوف جمال الصورة وجمال الحافلات. نمر الآن على شارع بير بليلة، من الشوارع الجميلة والمزدحمة والقريبة كذلك للحرم. تقريبا يبعد عن الحرم أقل من كيلو، تقريبا مسافة 10 دقائق وأنت في الحرم. كذلك فندق رمادة، فندق المنار جراند، فندق الشهداء. هذا فندق الماسا جراند. الأذان الأول. داخلين على منطقة أجياد المصافي، نشاهد صفوف المصلين وصلت إلى
أمام الفنادق والساحات والأرصفة، ولا زلنا نشاهد الكثافة العددية متوجهين إلى ساحات وأروقة الحرم المكي الشريف. شوفوا صفوف المصلين على الأرصفة، خلاص ساحات وأروقة الحرم تقريبا امتلأت. المنطقة الخلفية تم إقفالها، ما عاد في أحد يدخل بعدنا للحرم، كلهم يصلون في تقريبا في الشوارع، شارع أجياد كدي. شوفوا صفوف المصلين على اليسار واليمين، هذه مصليات للنساء. ما شاء الله دخلنا ساحات الحرم، نشاهد الكثافة العددية لضيوف الرحمن متوجهين إلى أروقة وساحات الحرم. نحن الآن في الساحات الخارجية من أمام باب الملك عبد العزيز، وراح تكون صلاتنا في هذا المكان. ما شاء الله تبارك الله، أعداد كبيرة من ضيوف الرحمن والزوار والمصلين في الحرم المكي الشريف. إن شاء الله بعد انتهاء صلاة الجمعة نشاهد المصلين خارجين من أروقة وساحات الحرم. راح ندخل معكم إلى أبراج الوقت، نشوف المطاعم، الأسواق، المحلات. ما شاء الله شوفوا الكثافة العددية في الساحات، الخارجين من أروقة وساحات الحرم. ما شاء الله تبارك الله، متجهين إلى وقف الملك عبد العزيز، ونشاهد الساعة تعانق السحاب. معكم الآن على برج الوقف، وقف الملك عبد العزيز، هذا الدور السفلي ما شاء الله نشاهده ممتلئ بالكامل. ما شاء الله نشاهد كثافة عددية بعد انتهاء الصلاة، وأغلب الناس تصلي في هذه الساحات. شوفوا الأدوار العلوية عبارة عن محلات تجارية ومطاعم، تقريبا الدور الثالث والرابع والخامس عبارة عن مطاعم، الأدوار السفلية كلها محلات تجارية. شوفوا كشكات عطور، بيع للتمور، علامات تجارية وماركات عالمية. عبد الصمد القرشي، الدخيل للعود، جاليري تاوز، العربية، صيدلية النهدي، خيارات متعددة في الدور السفلي. من العلامات القديمة الدهام للساعات، كذلك كارديال،
تبدأ المسابح الخواتم الأشياء المميزة والذكريات الخناجر أشكال ما شاء الله جميلة السبع من السويسري للساعات طبعا أرخص الساعات راح تحصلها هنا ألف وثلاثمية وثمانين رخيصة ما شاء الله الله نسوكي متخصص في الهدايا أفضل أنواع السجاجيد ما شاء الله هذه سجاجات سجاد الحرم ما شاء الله بأشكال وتصلح كهدايا سجاد الأثير ما شاء الله شوفوا هذه نسوكي عود مبخر بكة ما شاء الله شوفوا وأكيد إذا جينا هذا المحل لازم نتبخر ما شاء الله مكة بازار عندهم أشياء ما شاء الله جميلة تحف هدايا هذه شرقية متخصص في العبايات والأرواب الله أخذنا معكم جولة في الساحات أو في الأدوار السفلية لوقف الملك عبد العزيز أو برج الساعة فندق زمزم على اليسار كذلك فندق ساعة مكة في رمونت هذا على اليمين طبعا الأدوار العلوية راح نغطيها إن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله طبعا في الدور الثاني من أبراج الساعة راح يكون في هذا المكان مكان مخصص لحضانة الأطفال يعني تطوف أنت والعائلة وأنتم مرتاحين وأطفالكم في حفظ وأمان مع نخبة من المختصين في حضانة الأطفال نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.